صباح الخير من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم من برنامجكم يوم جديد. بنحب نذكركم قبل ما ننتقل لفقرتنا التاليه بالسؤال التفاعلي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحه مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الاردنيه وايضا على صفحه يوم جديد، والسؤال بيحكي: هل الدعم المقدم للشباب كاف ولماذا؟ نتمنى انكم تتفاعلوا معنا وتجاوبونا على هذا السؤال وتعطونا ارائكم لنعرض هالاراء في نهايه الحلقه. اما الان مشاهدينا رح ننتقل مع بعض لعالم المطبخ ولعالم الأكل البوسني مع الشيف المميز علاء النبابتة ليعرفنا على أهم الأطباق الرئيسية في بوسنا. أهلا وسهلا فيك شيف علاء، ونورتنا اليوم باستوديو يوم جديد. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير للمشاهدين، صباح السعادة وكل أيامك يا رب. اليوم جديد، احكي لنا شو اليوم عم بتحضر لنا وإيش جايب لنا اليوم على استوديو يوم جديد. اليوم إن شاء الله رح نعمل طبق البوسنا. أوكي حلوين، رح نعمل اليوم فتة الكباب. هي الأكلة المشهورة ببوسنا، هي المشهورة الأكل المشهورة في البوسنة وبسموها الكبابي. الكبابي حلو كتير. خلينا نتعرف على طريقة اليوم تحضيرها. اليوم احنا مقاديرها رح يكون في معنا خبز محمص مع الزبدة ولحمة. طبعا اللحمة هون احنا نجيب بهاراتها من البوسنة، بهارات خاصة فينا. ورح يكون معنا صوص الكايمك، هو عبارة تقريبا عن زي صور الكريم بالإضافة لصوص البوسني. ورح يكون معنا إن شاء الله هون صوص البابريكا الحار. إشي أساسي هذا الصوص؟ هذا إشي أكيد طبعا. يعني يمكن البوسنة بتتميز بالبهارات اللي بتستخدموها اللي محطوطة باللحمة. يمكن هاي البهارات وين ممكن الواحد يلاقيها؟ من وين ممكن تكون متوفرة؟ هون صعب يلاقيها لأنه هي متخصصة. يعني بتروح على بوسنة بتجيبها؟ نعم. بتسافر وبتروح. فإحنا هلا رح نسافر معك على البوسنة وتعرفنا على طريقة تحضيرها. تفضل. إن شاء الله. هلا رح نبدأ هون. أوكي. تحميص اللحمة على الجريل. طبعا انت حاطط زبده؟ حاطط زبده. حلو. نعم، دائما الزبده احسن من الزيت صح؟ الزبده احسن طبعا، بتعطي دائما لون احلى من الزيت. ويفترض انه الكباب يكون تكون قطع صغيره مش قطع كبيره صح؟ قطع صغيره، هي بتيجي عندنا قطع صغيره هيك، هم دائما يعني مشهور في الكباب. يعني حلو انه اليوم نتعرف على الطبق الرئيسي في البوسنه اللي هو الشبابي. نحن عندنا كباب بالاردن اكيد وبمعظم البلدان التركيه، بس يمكن هذا طريقه تحضير هذا الكباب مميزه بالتوابل، بطريقه تحضيرها. طريقه التحضير بشكل عام هلا هو مختلف يعني كليا عن الكباب اللي عندنا اكيد، لانه هون احنا هون ما بيستخدموا لا بقدونس ولا بصل ولا شيء، بس لحمه العجل مع الدهن. هذا اللي بيميزها عن الكباب يعني. هلا بشكل عام انه الاكل البوسني كمان كثير فيه نسبه دهون عاليه. هلا احنا هون في مطعم كوهاتي طورنا انه نصير على نسبه المضاف في الشعب الاردني. حلو. عشان انه يقدر يقدر يستحمل الطعم. هلا بعد ما تقليه لازم هو يحمر شوي صح؟ هلا لازم ياخذ لونه الحمراء. بعدين راح استعمل. بعدين هلا بننزل احنا هون الزبده. ما بياخذ وقت كثير. لا لا على السريع ما يعني يا دوب. يعني يمكن هلا كل ستات البيوت اللي عم بيحضرونا وعم بيتابعونا يتحمسوا عشان يحضروا هذا الطبق. اتوقع تحضيره او طريقه تحضيره سهله. تحضيره يعني ما بتتجاوز من 10 دقائق الا حتى بيقدروا يعملوه على الكباب العادي اللي عندنا. يعني حتى لو ما استخدموا نفس البهارات يمكن. بهار مختلف يعني. حلو. بتحكي بخبز حمام يعني تقريبا خبز ونص وزبده وصلصه طماطم. والله يعني طريقه تحضيره سهل وسريع يعني. مكونات سهله ومتوفره. مكونات سهله ومتوفره بجميع البيوت يعني. الله على الريحه يا جماعه، انا شامه روائح للاكل طيبه جدا. الرائحه والطعم يعني كمان. التوابل اللي محطوطه على اللحمه فعلا يبدو انها كثير طيبه. يعني الحمد لله احنا يعني كل الزبائن اللي زارونا على المطعم أبدو شكر كثير في المطعم يعني. الآن تقريبا بلش يستوي يعني. ملاحظة أنا بلش يصير فيه هيك شوية احمرار.
هلا ستات البيت يعني بيقدروا يستخدموا كمان يبدلوا صوص الكايمات بصوص ثاني يعني في البيت يعملوه. حلو. هو عباره عن مثلا لبن وصوص كريمه يعني كريمه. هاي مكوناته بس كريمه ولبن بخلطوه مع بعض وبحطوه على الاكل يعني. حلو. هيك تمام بتخيل؟ اه هيك تقريبا بلشت عشان الوقت انا يعني. هيك تقريبا بلش انه يكون وان هيك جاهز تمام. هلا بنعمل الصوص الخاص. اوكي الصوص مكوناته زبدة. حكينا زبده وصلصه طماطم برضو على القلاي رح يكون على القلاي. مش هذا الصوص صح رح تستخدم البندوره. الحلو بهذا الطبق انه يعني طريقه تحضيره سريعه ما باخذ وقت هون يعني يمكن ربع ساعة وست البيت بتكون مخلصة الطبخة. حتى من ربع ساعة. وأنا بس عملية الغليان على طول. وان صار جاهز. هون هلا بنعمل عملية تشريب. هذا الطبق اللي أنت حاطط عليه الخبز هو الطبق اللي بيتقدم. الطبق الفخار، هلا بست البيت بتقدر تستخدمه بأي طبق يعني مش شرط إنه يكون فخارة أو شيء. يعني حتى الشباب بالجاليري بيقولوا لك شحيتنا على هالطبق. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب أهلا وسهلا. بس على الصبح ما بيزبط ناكل كباب. بدك حمص بدك فلافل. بيقول لك علي بناكل ما في مشكله. اهلا صحتين. حلو طريقه التنسيق تبعت اللحمه هلا هو طبعا بيعطي ديكور يعني. شيء خفيف يعني مش شرط انه يكون الصحن معجق. حلو. بتخيل هذا الصوص راح تحطه على وجه اللحمة. هلا بنحطه على الوجه أهم إشي. نرجع نعيد محتويات هذا الصوص. لبن؟ لبن لا صوص الكايمات الخاص. خبز ولحمة. لا بقول الصوص نفسه. صوص لبن وكريمة. لبن وكريمة. أوكي هيك نقدر نحكي صحتين وعافية. هذا الصوص ما رح نستخدمه؟ هلا هون بنقدم الصوص كمان، هلا في هذا الصوص البابريكا بيقدر ستات البيت يعملوه حار ويعملوه عادي. أكيد. بيجي بندورة وبصل وبابريكا حارة أو حلوة. بنضرب كله برضه متوفر يعني. موجود بالبيت متوفر. يعطيك ألف عافية ويعني العين بتاكل قبل ما ندوق وصراحة الطبق شكله بشهي. صحتين وعافية. هلا نبلش احنا هون نعمل حلو بوسني برضه. الحلو البوسني. هلا الحلو البوسني بشكل عام بستخدم له علبة لبن. علبة لبن صغيرة. علبة زبادي بس. أوكي. بيضة. تمام. فانيلا اكيد عشان بيكنج باودر. اوكي هلا برضه حنستخدم فانيلا صح؟ لا بيكنج باودر وشو اسمه وكربونه. هلا بنستخدم نص معلقه بيكنج باودر. اوكي نص معلقه صودا. هلا بصير عمليه الخلط هون. حلو. هلا نصير ننزل بالطحين تدريج عليها. دائما الطحين بالحلو تدريج. شوي شوي انه مش بشكل عام عشان تتناسق مع بعض.
مش بحاجة طبعا لخلاط عادي بال... لا لا بالإيد. برضو هاي طريقة تحضيرها سهلة، سهلة وسريعة ومتوفرة بكل البيوت يعني. طبعا انت رح تحط لنا معها نوتيلا، وبتخيل اذا هلا في صبايا او اطفال عم بيحضرونا كثير رح يحبوا الطبق ورح يقوموا يبلشوا يحضروا فيه للفطور، ممكن كمان يتاكل على الفطور صح؟ فطور طبعا. بتقدر كمان تقدمي معاه جبنه حلوم. حلو، رح تدير الطحين تقريبا قد ايه حاطط؟ كاسه يعني تقريبا كاسه رح تديرهم كلهم؟ هلا بتبين بالعين المجرده. آه، آه. مش انه يعني مقادير محددة، دائما نحب نعطي المقادير لستات البيت مش بالجرامات. شايفة كيف بلشت تتجانس؟ بلشت تمسك بعض. خلص. هلا انا هون مجهز وحدة من قبل لفرجيك الشكل ال... نحن هلا اخذنا طريقة تحضيرها، طريقة بس تحضيرها. العجينة هلا جاهزة معنا. هيك بلشت تتجانس بشكل اكثر من اول. تمام، هلا هون بنقدم العجين اللي عاملينها. هلا هون العجين لازم نفردها. لازم ترتاح تقريبا ربع ساعه. أكيد. بعد ما نخلص وبنفردها لان احنا مقطعين بشكل زي هيك. حلو، تنقلها هاي بالزيت. اوكي، لازم يكون على نار عاليه او هاديه؟ نار هاديه. دائما الاشي على نار هالي. أكيد. بتحمر من برا قبل من جوا. طبعا بتنفرد كل العجين بشكل كامل وبتتقطع تقطيع حسب الطلب. نرجع نعيد محتويات العجين اللي عملتها هلا. استخدمت اللبن، استخدمت البيض وكربونه وبيكنج باودر. حلو، يمكن هذا هو كمان طبق الحلو المشهور ببوسنة صحيح؟ مشهور نعم. يمكن عنا بالأردن بيفضلوا الكنافة أكثر من هذا الحلو. ما كل بلد مشهورة بإشي يعني. لا بلش طلع كيف بلش. حلو. بلشت تحمر. هلا بعد ما تطلع من المقلاي لازم نتركها شوي تبرد. تتركيها تبرد. أوكي. بعدين عملها عملية زي الفتح الخبز، بنحشيها بالنوتيلا أو الصوص. لازم نحشي النوتيلا جوا مش من برا. من جوا، من برا من جوا. حلو، هاي رح يكيفوا عليها الاطفال اذا عملوها بالبيت. هاي شيء يعني كثير سهل وخاصة للاطفال يعني رح يحبوه يعني بشكل ممكن عام يعني. نحط عليها سكر برضه من برا هلا بحسب كل واحد حلو زيادة. بفضل يعني زي المعمول مثلا. هلا كمان هي بتنعمل كمان يعني بنحاشى فيها حلوم. حلو. عجبان مثلا. حلو. عشان الست البيت تشجع الطفل انه ياكل بتحشي له اللي هو بحبه يعني بدل الخبز. بدل الخبز يمكن صحي اكثر كمان على فكره. فيها بعدين كمان يعني بتحكي انت بروتين ولبن صح مكونات الغذائيه. مكونات غذائيه كبيره يعني. هون تقريبا بلشت يمكن تتحمر. كل ما نفخت كل ما كان احسن بالنسبه لك حسب النار. هي عشان تنفخ عشان تكون كمان زي السفنجيه يعني. صارت جاهزة. تمام، هاي الشكل اللون اللي أخذته يعني وسط يعني على ذهبي جاي. لون ذهبي. طبعا لازم نتركها شوي تصفى من الزيت عشان تصفى من الزيت عشان ما تشرب. أكيد. من
نجيب اهم شيء اللي هو النوتيلا هلا. اهم شيء اهم شيء بالموضوع. هلا هون افتحها هيك. طبعا اذا بدك تعمل عدد اكبر منها يمكن لازم المحتويات اللي استخدمتها تكثرها صح؟ هلا هي بشكل عام لما تنفرد أوكي. يعني تعملنا تقريبا من 22 ل 25 حلو. حبه يعني حلو. هلا هون بنحشيها النوتيلا او اي شيء يعني ست البيت بيكون متوفر في البيت يعني. فعلا مبينه رائعه. تمام هلا هون انت شايفه طلع كيف من جوا؟ من جوا شايفيتها. طريقة تزيينها كمان بتختلف من ست لتاني، ممكن ست مثلا تحط عليها فراولة على كل قطعة حبة فراولة حسب حسب المتوفر في البيت يعني، مش انه بشكل عام. اكيد احنا دائما بنشتغل بنحب يكون دائما حسب الشيء الموجود في البيت بنحب دائما نعطي الوصفة يعني. يعطيك الف عافية شيف، فعلا اطباق مميزة يعني. تعرفنا على اهم طبق بالبوسنة، الطبق الرئيسي اللي هو تشبابي هيك بيقولوا له. أيوة. فعلا طبق مميز واللي يعني بتميز بالتوابل اللي موجوده فيه، التوابل البوسنيه، التوابل البوسنيه الخاصه. وكمان تعرفنا على الطبق الحلو الرئيسي في البوسنه، كثير حلو لطيف. ان شاء الله يعني مشاهدينا يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا بهالفقره. شف علاء يعني ما بعرف عندك شيء ثاني بتحب تقدمه تحكي؟ بحب نصيحه لاي ست بتقوم هلا تجهز الطبخه بتقوم تجربها. يعني تقوم تبلش فيها وبعدين حلو. كل المواد متواجده في السوق وفي البيت كمان موجوده. اكيد شكرا كثير لك شف، يعطيك الف الف عافيه. اهلا وسهلا. اما هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير بعد هالاكلات الطيبه وبنرجع لكم.